قبل ما نبداو لا فيديو على بركه الله ماما غادي نبارطاجي معكم هاد الوعده هادو عجبوني صراحه هادو جابتهم بنت خويا الماما قالت لها تبقى امي ما تفكرني فيهم سوفينير كانت قطعتهم من الجاده وجابتهم ليها هادشي 3 ايام دابا ويعني باقين حيين باقين زوينين دات لهم سكينه كويسات ديال الماء حطات هنايا وحده بيضه وحده حما ايوا صافو جابتهم ماما و شتي هذا سكيل فيها هادي في البيض وهذه في الحمامه يلا المهم البنات على هذا الورد هذو بداو لا فيديو على بركه الله يلا نبداو هنايا البنات كيف ما كتشوفوا المهم غادا ندير واحد الطبق كيجي زوين وبنين وبيض غادا ندير هذا مكرونيه غير ديال فاض واحد ها فاضيه في المول ديالها هكذا فاضي بلا صوص و الصلصه الحماء هكذا انا كندير معكم يعني كنقول لكم شنو فيها بلا صوص طوماط و الشامبينيون و الطون و الفخوماج و غادا نديرها فاضية هنايا كنحط مطاشا مطاشا وحدة كبيرة البنات هنايا من بعد ما حكيت مطاشا كيفما كتشوفو غادا ندير واحد الفليفلة حمرا و نديرها ساقير و قين بحال ما هكدا كطلق واحد لوكو زوين لكم الإختيار بغيتو تقطعوها ما تشديها بحال ما هكذا ونديرات صافي غادي نديرها نصف واحده وهنايا عندي الشامبينيون معلب وعندي الصوص ديال الثوم غادي نقطع جوج كما العاده وغادي ندير جوج غنحكم شويه البزار وشويه ديال خاقم بلده وغادا ندير كلشي تشحه ومن بعد من بعد ومن بعد غادا نزيد الشامبينيون وها الاكله موجوده وقلا قوه البزار شويه الملحه وباقي غادا نزيد لاصوص طوماط دابا غادي نشعل عليها غادي ندير كلشي تشحى بالنسبة لبنات لاباطا سلقتها صافي غادي نصفيها وصافي سلقتها دارت الما يغلى مع شوية الملحة وشوية الزيت وسلقتها ندير فوق الفرن الكبير باش يتشحى ليا دغيا صافي البنات دابا غادات هداك الشي يتشحى يعني لاصوص مع الفلفلة وداك الشي وغادي نزيد من بعد الشامبينيون غادي نزيد شوية لاصوص طوماط وهاهي لاصوص موجودة غندير شوية ديال التحمام غندير شحال قنبلدي يعني باش شطرنا داك اللوين وصافي صافي نخليها تشحى ونكمل معاكم صافي البنات هنايا غادي نزيد هذاك الشامبينيون باش يلا يتشحى لي مع القامه ماما البنات زدت واحد شويه ديال صويوس و لاصوص طوماط لقيتها سالة تنزيد واحد شوية الكاتشوب حتى هو مزيان تعطي لوكو و صافا نخلي هادشي يتشحى
منين تشحى عاد نزيد عليه الطون. المهم البنات كيف ما كتشوفوا صافي طفات على لاصوص، صافي داك الشامبينيون والفلفله وداك الشيء صافي تشحى. دابا نزيدوا علبه ديال الطون. صافي كيف ما شفتوا زدت علبه ديال الطون، وغادي نزيد واحد شويه المعدنوس، وغادي نخلط مع لبات وندخلها للفرن. هنايا البنات كيف ما شفتوا زدت واحد شويه المعدنوس، يعني خليته هو الاخر باش تبقى ديك الطعوه البنه ديالو. وغادي نضيف نضيف لبات. غادي نخلطها مع لاصوص، غنخلطها وانتوما معايا. المهم البنات خلطتها هنايا في هاد الكاسونة لان المقلة جاتني صغيوة صافي. دابا غادي نبدا نعمر هاد الليمون هادو الفاضيين، كون عندي جوج يعني غادي نبدا نعمر. نجيب الفرماج، عندي فيها فرماج غابي، هي نورمالمون كتجي حتى بلاصوص بيشاميل، ولكن ما بغيتش نتقل من هذا. عندي الطبقة ديال لي بات والطبقه ديال الفرماج باش تجي ديك التعليكه هكذا الوسط. نزيد لبات يعني كدار ثلاثه طبقات، فاش كطيب كتجي معلكه. خلي الثلاجة محلولة كتصفى وما ندير معكم الثانية نفس الطريقة. لبات فرماج. هما لي مول ديالي كيف ما كتشوفوا، غادي نزيد الطبقه الاخيره ديال الفرماج من الفوق باش تجينا معلكه، وغادي ندخلها من الفرن ونوريكم الشكل النهائي فاش يطيبوا. المهم خليكم معايا. المهم البنات هذه هي العشيوه ديالنا كيف ما كتشوفوا، صراحه من بعد ما دخلت الفرن وداب عليه داك الفرماج جات فيه واحد المذاق وجمع لك بداك الفرماج. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم، ما تنساونيش من لايكات مع فيديو جديد.